مشاهدينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من حلقات برنامجكم قدها. هاي العلبه هي فكرتنا الحلقه، هاي نحطها في الطريق في المول، بس مش في الطريق في الطريق، على جنب الطريق نشوف مين بده يشيلها وحطها بمكانها الصحيح اللي هو سله المهملات، سله القمامه، النفايات، شو بسموها محمد؟ نفايات. سله النفايات. يلا خليكم معنا نشوف مين قدها اليوم. طيب مشاهدينا الأعزاء، إحنا موجودين بمول مكسيم مول، وتعاونوا معنا شباب سيكريت كوليكشن، عندهم الشغلات الحلوة هاي والأواعي الرائعة للعيد، وحاطين زي ما أنتوا شايفين بلشنا نخربط، خربطنا نبلش حاطين هاي على الأرض، وبدنا نشوف مين اللي حيربح معنا أو حيشيلها ونربحه مباشرة. والله واضحة على الأرض، واضحة كثير بصراحة. قدها الأردني قدها، النخوة دايم طبعنا ولانا ما نترك ربعنا، والفزع حنا أهلها وهادي من الطباع أهلنا. قدها لسه بنستنى، قاعدين نشوف مين ممكن يشيلها. بالك في حدا بشيلها على السريع ولا شو الوضع؟ لا صعبة. راح يتأخر الموضوع. طيب مهم انه بدنا واحد قدها ونربحه على طول. انا قدها. انت قدها طبعا، بس حارق الفيلم انت. بس لا ما حارج انت. لا في ناس بتتزحلق جنب ال، بس ما فكرت تشيلها. في ناس بتنط، بيمارسوا كل الهوايات الا انهم يشيلوها ويحطوها بزباله. سبحان الله كيف. تعرف اني توقعت انه على السريع. توقعت غلط يا عزيز. توقعت غلط. هاي قرب يشيلها صدقني. شايف يا عمر؟ محدش مفكر يشيلها، كلها بتمر من جنبهم أو من جنبها. دوم النشامة قدها، هذا البلد حتى الأبد، إحنا اللي نوقف حدها. قدها. كيفك يا باشا؟ كيف صحتك؟ بشوفك شلت هاي، ضايقتك صح؟ منظرها بضايق صح؟ لا هذي شي يا عبدي، تعرفني على اسمك؟ محمود. انت معانا ببرنامج قدها، الكاميرا هون مخبينها، هاي الكاميرا، هاي الكاميرا الثانية عندك هون. كنت ببرنامج قدها، ايش الاسم الكريم؟ محمود. خالد تكون معانا عشان نشوف، هاي مع الكاميرا. خالد كيف امورك؟ كم عمرك خالد؟ 20. 20 سنة، شو بتدرس؟ ولا اشي. ولا اشي، بتشتغل؟ وين بتشتغل؟ تشتغل بالمول. ضايقتك هاي شلتها، حسيت انه لازم تنشال عن الطريق صح؟ شلتها من الطريق. والله برافو عليك. طيب خالد، عشان حركتك الحلوه وانك فعلا شلتها عن الطريق واماطه الاذى عن الطريق صدقه، احنا ربحناك جائزه من شركه تسابيح للسياحه والسفر والحج والعمره، رحله لشخصين لمدينه العقبه يومين وليله، تستاهل يا خالد. شكرا، يعطيك العافيه. مشاهدينا الاعزاء، مر حدا كثير اللي نط عنها واللي من جنبها واللي مش عارف شو سوالها، بس ما حدش فكر زي خالد انه يشيلها. احنا فكرناها هارش الليله، بس الشباب اكدوا لنا انه لا مش هارش الليله ومش عارف الموضوع، وربح معانا جائزه من تسابيح بيستاهل، وناطق الاذى عن الطريق صدقه زي ما بتعرفوا. وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم. كان قدها خالد وانتم قدها كمان. السلام عليكم.
الأخوة دايم طبعنا ولا لا ما نترك ربعنا والفزع حنا أهلها وهذه من طباع أهلنا قدها دوم النشامة قدها هذه البلد حتى الأبد.